عودي معكم للمتابعة. مثل ما ذكرت لكم ببداية عالم الصباح، يوميا رح بيكون عنا رسائل عن مهرجان التسوق بدبي، تقريبا ما يقارب ال 20 25 دقيقة، وطبعا معنا بهالفترة زميلي رولا بقسماطي من دبي. صباح الخير رولا. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لك اكيد ولكل اسره عالم الصباح، لكل اللي عم بيحضرنا بلبنان وخارج لبنان كمان. جوزيف، نحن اليوم بدبي مباشره لننقل الاجواء الموجوده بهيدا الشهر، الشهر المميز من السنه يلي بيصير كل سنه بدبي، شهر التسوق، دبي شوبينج فيستيفال. يعني ما في خبرك قد الاجواء بتعقد وقد العالم مبسوطه، في اجواء ايجابيه واجواء فرح ومرح. يعني هيدا المهرجان هو من أضخم المهرجانات اللي بيصيروا بدبي، انطلق من 21 سنة وبعده مستمر لغاية اليوم. هيدا المهرجان يمكن أهميته أنه رسخت صورة دبي بالعالم، بما أنه بيضم دول متعددة وبيجمع حضارات وثقافات من مختلف بلدان العالم. هالمهرجان يلي كمان فيه كتير من الألعاب، فيه كتير من العروض المسرحية، العروض الموسيقية وغيرها كتير. جوائز يعني لا تعد ولا تحصى. كمان إذا بدنا نحكي عن الجوائز والألعاب يلي عم بتصير يوميا، بحب خبرك جوزيف أنه يعني كل يوم عم بيكون في تقريبا هدايا بقيمة نص مليون دولار. يعني ما تواخذوني، نص مليون دولار. اول امبارحه كان في عامل هندي كان طبعا مشارك بالالعاب وربح سياره انفينيتي، عامل هندي بمحطه بنزين ربح سياره انفينيتي على الخفيف، ومش بس السياره كمان اخذ مبلغ كثير كبير من الاموال. يعني كان هو رابح وكمان غيره كمان كتار من الرابحين، كمان كان في من جنسية الفلبينية شخص كمان ربح سيارة نيسان. يعني منبلش من هون وبقى أنتم بتشوفوا على الخفيف كيف رح تكون الأجواء. نحن دايما رح نكون معكم كل يوم من عالم الصباح بتوقيت الساعة 11:05 بتوقيت بيروت، فتابعونا كل يوم لننقلكم الأجواء الرائعة والحماسية يلي عم بتصير بدبي. أنا بدي أقلكم كمان أنه قدمهم الأجواء يلي عم بتكون هون الإيجابية. بتعرفوا بتصور الكل سمع بالخبر المؤسف يلي صار ليلة رأس السنة بدبي، لما صار اندلاع حريق بأوتيل الأدرس اللي هو من أهم الأوتيلات والفنادق الموجودين بدبي. كان في عزيمة وأصرار كتير كبير من قبل الدولة هون لحتى الناس تكفي فرحتها ويعيشوا كل الأجواء الرائعة بدبي، خاصة بهيدا النهار بداية سنة جديدة سنة 2016. فعن جد ما حدا حس بدبي. يعني في لكم ايه، كانت الناس مصدومه بهالخبر والخبر المشؤوم، بس قد ما فيهم حاولوا ينسوهم، كفوا بالاحتفالات، كفوا بكل الاجواء الرائعه من المفرقعات ومن العروض الموسيقيه وكل يعني اللي عم بيصير بهيدي الاجواء. كان في اصرار كمان انه الاوتيل ذا ادرس كفي اكيد ويرجع يفتتح بفتره كثير قصيره. فهيدي الاجواء عن جد يلي دائما بنقول ما في شيء صعب، خاصه بدبي يلي بتضم جنسيات مختلفه من كل انحاء العالم. أنا يلي كمان بدي أقوله في جلوبال فيليج يلي هو القرية العالمية كمان يلي بيصير بيتم كل 6 شهور بدبي، هو إذا بدكم حدث عن جد بينطروه كتار، صار له يمكن أكثر من 20 سنة موجود، بيضم أكثر من 70 بلد حول العالم، موجود بعدة أجنحة يلي تقريبا أكثر من 37 جناح، عم يرسموا أو عم بيعكسوا صورة كل بلد موجود من ثقافات الفولكلور التقاليد لكل بلد، كمان عروض ومسرحيات وجوائز عم بتصير بهذا المهرجان. نحن رح نكون معكم
كل يوم ننقلكم هيدي الأجواء بروبورتاجات. رح نصور مقابلات حصرية مع خبراء موجودين هون ومع المنظمين للمهرجانات، إن كان لجلوبال فيليج اللي هي القرية العالمية، أو إن كان كمان بدبي شوبينج فيستيفال اللي عم بيتم بعدة مطارح. نحن رح يكون في إلنا مثل ما قلت لكم مقابلات، ورح نتنقل من منطقة لمنطقة، وأكيد أكيد بتشوفوا بس على شاشة التلفزيون بستقبل كل الأجواء والحماس يلي موجود. أنا بدي أقول لكم أنه هالمعرض عنده ثلاث عناصر أساسية بيرتكز عليها، يلي هو التسوق، الترفيه، وكمان الربح الوفير. يعني مش مثل عنا وقتها بيصير في سولدات وسيلات منقول أنه شهر تسوق، هون عن جد يمكن دائما عم بيصير خصومات لدرجه انه بتشتري قطعه بيطلع لك كمان اوفر على القطعه، بيطلع لك قطعه ثانيه. يعني يلي بعد ما لحق حاله قادر انه يجي على دبي، اكيد ما لكم غير تجوا لهون تعبوا الشنطه، جيبوها فاضيه من بلدكم وتعوا لهون عبوها. جوزيف اكيد يعني انت عم تسمع. انا بدي اعرف منك شو بده يصير كل يوم، يعني شو رح نشوف من عندك نشاطات، وانت هلا وين واقفه؟ يعني رح نصير في رح يصير انه نحن رح نعمل مقابلات مع خبراء بالتجميل، لانه نحن اذا بدك المهرجان بيرتكز على الجمال، يعني عنده في سكشنز للجمال، للعطور، المجوهرات والموضه. فرح يكون في خبراء نعمل معهم انترفيوز، ناس من المشاهير. يعني اليوم في عنا انترفيو مع شخص سيده او اذا بدك مشهوره جدا، عندها اكثر من 1.9 مليون فولوور متابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، اسمها ليلي جاليشي يلي هي ايرانيه الاصل ولكن خلقت وعايشه بامريكا. هي عندها مدونه جمال على مواقع التواصل الاجتماعي. فما بدي اخبركم قد ايه رح يكون الجو حلو، وكانكم قاعدين معنا بالصوت والصوره بدبي. رح نرجع لكم. انا بدي اتشكرك رولا، وما في اهم من انه يكون في انا بوصل كثير جوزيف، وبوصل لكم اكيد خلال شهر يناير، لانه بنعرف نحن كانون الثاني بيكون بعد فتره الاعياد شهر ميت، ولكن مع مهرجانات التسوق صحيح باي دوله كانت بيرجع بينتعش وبياخذ مجده. جود لك. فاذا نحن كل يوم بانتظار رسالتك على الساعه 11:05 بتوقيت بيروت لتنقلي لنا كل النشاطات اللي عم تصير بمهرجان دبي للتسوق لعام 2016 اللي هو المهرجان رقم 21. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين على منصة صباحي أرض وورد ونبتة الفيكس. من الواضح صباح الخير، هابي نيو يير، ينعاد عليك، مع انه التقينا بعد راس السنة، بس بعرف كثير منيح انه واضح انه انت من محبي هالنبتة وهالشجرة اللي دائما بتنصح فيها وبتجيبيها على استوديو على كامل اشكالها. يعني هي عندها اشكال عده وانواع عده، لانه بنقدر نشتغل فيها مثل ما بدنا ونعمل فيها اللي بدنا اياه، من اشكال الحيوانات لاشكال الهندسيه لحتى الاشكال اللي تبقى هي فيها. مزبوط. قلت كل شيء. لا ارجع من جديد. اول شيء صباح الخير، ينعاد عليك وعلى الجميع كمان. مثل ما قلت، فيكس هي من النباتات يلي محببه مش لإلي بس، لكثير من الاشخاص. بس اذا منتبه انت، لانك يعني نحن سوا على الهوا من زمان، كنا نحكي عنها كثير قبل، وكان كثير يجي عنا اسئله. هلا بهالفتره بتحس انه خف الحديث عن الفيكس، خف حتى مبيعها بالاسواق، بس بعدها عند كثير من الاشخاص محببه. ليش؟ لانه صار اكثر الترند هي للنباتات يلي لحالها بتقدر انها تعطي ستركتور، مثل مثلا الاريكه او كل انواع النخيليات. اذا بدك تحط نبتة واحدة بالبيت، لأنه ما بقى دارج مثل قبل أنك تعبي البيت بخضار، صار أنه بتحط بزاوية نبتة وبتنقيها أنها تكون كبيرة، بتنقيها أنه تكون حلوة، علما بأنه الفيكس بتقدر أنها تشتغل هالوظيفة هيدي بالذات. صار حتى إذا كان بدك تحط نبتة صغيرة بتحط بامبو، بتحط إذا بدك ملون أو زهور الأوركيدية يلي هلأ ملكت كل النباتات المنزلية، أو إذا نباتات مزهرة يلي هي الأزلي. ضل في هالنباتات يلي من زمان وجاية معتمدة كنبتة داخلية، ويلي عندها كتير مميزات. مثل ما قلت، فيك كنبتة داخلية
تستفيد من الخضار الحلو كتير يلي فيها، ويلي بميزها انه عندها الوراق الصغيرة، وبالتالي الخضار تبعها ما بيجي هيك بلوك واحد، بتحس انه في حياة بهالنبتة يلي اخترتها انك تزين فيها، لانه فيها اوراق صغيرة وهالوراق رقيقة منا اوراق سميكة كمان، وخضارها الكتير قوي بخليها انها تكون موجودة جوا بقلب البيوت بدون ما تحتاج لشمس مباشرة. هيدي قاعدة بنعرفها من زمان جوزيف، انه كل ما يكون النبتة لونها خضارة قوي كل ما بيكون بتقدر تستغني عن نور الشمس اكثر من غيرها، او بتقدر انها تقاوم انه تقعد بمحل ما فيه كثير شمس، لانه عندها ماده الكلوروفيل بقوه فيها، وبالتالي بتقدر انها تفبرك وراقها، بس مش معناتها انه فيها تقعد بالعتم. هلا كنت عم تذكر انت انه النباتات يلي فيك تقصها وباشكال مختلفه والبدك اياه، مزبوط، هل في كس هي ذاتها نفس الانواع، في كس بنجامينا فيها انها تقعد بقلب البيت جوا، وفيها كمان انه نزرعها برا بالشمس تكون معرضه للشمس، وساعتها ما بتفتح ورقه لونها؟ شوي يعني بتاخذ لون شوي افتح، ولكن لا، في نوعيات يلي هي لونها اخضر بتضلها خضراء، يلي لونها على باناشي او مرقطه بتضلها مرقطه. انا بحب هيدا النوع، هيدا اللون القوي كثير. هلا شو الفرق بيناتهم؟ الفرق انه الفيكس عندها ميزة انه اذا كان تعودي تقعد بالداخل لازم انه تضلها بالداخل، والفيكس يلي معودة انها تكون مزروعة برا ما بتقدر ترجع تنقلها لجوا، وبالتالي انتبهوا انه اذا كان عندنا هالنبتة وحبينا نغير لها محلها بدنا نغيره تدريجيا، والافضل انه محل ما هي تكون مبسوطه تضلها موجوده فيه. هيدي شغله كثير مهمه، لانه ايام بنروح على المشتل بنشتري نبته بيكون حاططها برا، خاصه عم بحكي عن الفيكس، بيكون حاططها برا بنحطها جوا بقلب البيت تلاقيها هرت بعد شوي صغيره، لانه كانت معوده انها تتعرض لنور الشمس، او العكس كمان حابين نزرعها بالجنينه ونحن اشتريناها من مشتل حطتها تحت خيم اللون اخضر يلي هي عاده شبيهه بالداخل، يعني بنور يلي هو بالداخل، فننتبه لهيدي النقطه. ثاني شغله بالفيكس كمان مميزه فيها هي انه دغري بتزعل، دغري بتزعل بمعنى انه كل شيء بيترجم بانه بتهر وراقها، يعني اذا كان عطشت ورجعنا سقيناها عطشت كثير وبعدين دغري سقيناها بتهر وراقها بتزعل. بتزعل شو لازم نعمل؟ لازم اول شيء ما نزعلها، يعني اهم شيء، بس اذا حدث بفورس ماجور وزعلناها، زعلناها ساعتها بيهروا الوراق تبعولها، بس بدي اقول لك شو هن، اذا ما تزعلها اذا عطشناها كثير بتبلش تهر ورقة، بس تسقيها بتهرهم كلهم، يعني هيدي شغلة نعرفها كمان. لا هيدي مش تزعل منكية يعني. ايه. إذا كان غيرنا لها محلها ممكن إنه تبلش تهر الورق، لأنه معودة على نور معين وغيرنا النور تبعها، مش هيك عم بقول تدريجيا كتير مهمة هيدي النقطة. وثالث شغلة إذا كانت عم بتدق بالحيطان، هيدي كتير قليل النباتات يلي هيك، بس الفيكس ما بتحب انه تدق بالاشياء يلي هي حواليها، دايما جرب انه ما تدق بالحيطان لحتى يضلوا وراقها مبسوطين وما يهروا ويزعلوا. لا كتير غنوجه، ثلاث اشياء مهمه، عدا عن هيك لا حرام هنيه. هلا شو بدنا نعمل؟ كنت عم تسالني. نعم. اذا صار هالشيء اول شغله اكيد اذا عطشانه كتير لازم انه نسقيها، بدهم يهروا الوراق تبعولها، الشيء اللي بنعمله منقص منها تقريبا 5 سنتي، يعني بجرب انه نعمل لها تريمينج او هيك تشحيله صغيره 5 سنتي مش اكثر من هيك، وحتى اذا كانت نبته اصغر فينا اقل، يعني بين 2 ل 3 سنتيمتر من الاطراف تبعولها لحتى ترجع تعاود، وفينا انه نعطيها مغذيات ساعتها لحتى نحمسها انه ترجع تعطينا الوراق، ما بتهر كل الوراق بس بتهر كميه كبيره من الوراق يلي موجودين عليها. هلا كمان من الاشياء اللي مهمه نعرفها عن الفيكس انه من النباتات يلي، هلا بدك تقول لي كثير غنوجه، بس من النباتات يلي وقتها بتشحلها كثير بقوه، خاصه عم نحكي عن البنجامينا، مش قصة بتزعل، بدنا ننتبه، في نبات بتنحر في نبات
ما بيطلع ورق من الأغصان يلي هي مخشبة أو لا. شبه مخشبة، لازم الورق كلها تطلع من العودين الطرية، من العودين الطرية. فمنا مثلا الفيكس، منا الجاردينيا كمان يلي ما بيسوى أنك تشحلها كتير على الواطي، ما بتعود تطلع شيء، خلص بتنشف. أوكي. فهون كمان بدنا ننتبه أنه نخلي أغصان طرية. السر تبعها هو أنه كل سنة تشحل الفوج الجديد لحتى يطلع فوج تاني جديد وعبي. نعم. وتضلك محافظ على الحجم تبعولها. وقت اللي بتكبر كتير وبتصير ختيارة، بصير من جوا فاضي ومن برا بس عم تعطي ورق. في كتير ايام بتصير ما تعود تحببها لانه عن جد مبين الفراغ اللي هو موجود بالداخل، فوقتها بتشحل ما بيرجع بيفرخ عن جديد. مشان هيك لازم كل سنة نشيل شوي من الفيكس، وعادة منشحلها بدك بآخر الصيف أو ببداية الربيع، عادة بأول شباط هو الفصل الأنسب لحتى نقوم بهالعملية، بس دايما يكون 5 سنتيمتر قربت يعني. مش أكتر من هيك. قربت. على كل حال هلأ صار فينا نرجع نحط فيتامينز ولا بعد؟ هلأ بعد بعد عم تشتي بعد. الطقس بارد، لا ما نحط فيتامينز إلا للنباتات يلي هي تعبانة عن جد وبحاجة تومنتين، يعني بس لحتى نخليها تقطع فصل الشتاء. مشان هيك حتى لو بدي حط مغذيات بدي حط أقل مما عادة بحط بفصل الربيع لحتى ما تخليها تفيق كتير، بدي إياها بس تضلها نايمة بس يعني نص نص. ما انا راح اقوم غنجها شوي وحط لها ميوزك وهيك لانه حتى ما تزعل وتنحر وتتغنج عليها. او بدك تجيبها لحد يعني هلا اذا بتجيبها لحدك ما بعرف اذا بتهرب كلها ولا بيمشي حالها ما بعرف. لا ثانك يو على المحبه. لا هي قد ما بتكون انغمرت بالمحبه ما بتقدر تحرش. اوكي كمان فهيدول هيك النقاط المهمه نتبعها بالنسبه للفيكس. ارجع اذكر هيك بشكل سريع، اذا كانت جوا هي بحاجه لضوء اكيد ما بتقعد بمحل ما في كثير بس مش الشمس. حكيت انه ما لازم تخلوها تعطش كثير والا بترجع بتهر ورقه، بس هيدا الشيء تقريبا كم مره بالاسبوع؟ مره واحده بالاسبوع لازم انه نسقيها. وعاده معلش في ورقه بتعبي مي لانه ورقه سميكي؟ لا حلو اذا كان من رشه بالمي نعطيها شويه مي من الورق تبعولها. ورقه عندهم هاللمعيه اللي بتحس انها سميكه بس هي منا سميكه، هن اوراق الرقاق بس عندهم لمعيه خبره على الاوراق قويه كثير. رش مي بيعملوا ابيض، ما نغسل كل ورقه بورقتها يعني. هذا شغله مهمه لكل النباتات المنزليه، فينا مره بالشهر لحتى نروح الغبره يلي موجوده عليهم ناخذهم على البنوار على المغطس كلهم سوا، بتكون عطشانه منا مسقيه، ونحطهم تحت الدوش. يعني ما نرش ساعتها، هيدا الرش هو بس لحتى نعطي رطوبه. بس اذا بدي اشيل الغبره يلي موجوده وهو للهيئه للشكل اكيد احلى، ولحتى هي صحتها افضل لحتى تضل عم تتنفس منيح، فينا انه مره بالشهر نحطهم تحت الدوش نغسلهم نعمل لهم يعني نغسلهم منيح من الغبره تبعولهم ونخليهم يصفوا تقريبا نص ساعه ونرجع نردهم لمحلهم. كثير بس اذا رشينا كتير هيك ما بي يمشي الحال بيروح الحال. بس وقت اللي يعني كلها سوا كتير أحط. بتصير عن جد بيرجع ورقه بيفرفحوا، وهذا كرمال عم قول يعني تتنفس بشكل جيد وحتى كرمال الشكل كمان بيكون افضل. الفيكس صعب كتير انه اقول لك مساح الورق تبعولها من الغبره لانه صغار، هيدا صغار اذا بدي قصصك بعمل هيك. طيب بما انه خلص الحديث عن الفيكوس، انا بدي اسالك اذا بدك تحكي عن امنياتك او بدك تحققي بعض الامانه، بتفضلي تتزوجي انت مزوجه، تخرجي انت مخرجه، تحبي انت بتحبي؟ الحمد لله. بتسافري تشتري سياره تشتري بيت او راحه البال؟ اكيد راحه البال طبعا. اكيد راحه البال. راحه البال لانه ممكن مع راحه البال نامن كل الامور الثانيه. ايه ليك كلها اشياء ما بدي اقول ثانويه يعني كمان بتعمل هي شقف من الحياه، بس اكيد راحه البال مهمه. ما بعرف اذا بكون اصغر بصير بدك اشياء كثير يعني، بس بتوصل لوقت بتحس انه ايه عندك كثير عناصر تعطيك السعاده ما بدك اكثر من هيك. عزير صباح الفل، راحه البال حب وسياره وسفر وان شاء الله كل شيء يتحقق. انا بدي اعتذر انه كنت بعتين لي كومنت انه عم بزعل وما عم نقرا دائما الكومنتات لانه عم بيكونوا بالاخير، رح جرب اخذ من تحت كمان. كندا مدام غزلاني صباح الخير، اتمنى اتخرج واهاجر لاستراليا. ناظم من تونس،
ديانا مريومة غير حياتي لأنه ما قرأته الصبح عن الزوج وزوجته من موبايلك صحيح 100%. لا بس كتير منيح لازم يتغير يعني الأمور لشكل إيجابي معك يا ديانا. عبد الله وليد خضر أبو وليد صباح جوزيف يسعد لي أيامك كلكم، أمنيتي الوحيدة أنه ربي يبعث لأولادي أيام حلوة مثل أحلى من أيامنا وسلام للجميع. كوزال كوزال ما في أحلى من راحة البال عنا بليبيا مثل ما بيقول، رشي ألية وعيشي هني. بعد شوي بنقرا الكومنتس التانيين كمان. ثانك يو لك كندا، ميرسي. انا بدي اترككم مع بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه، خليكم معنا.